وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أشاد سعادة السيد محمد الزرقاني رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة بجهود مملكة البحرين في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص. الزرقاني أكد بأن مملكة البحرين تمتلك تجربة رائدة دوليا في تطويرها لمنظومة حقوق الإنسان، ما تحافظ على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي. تشيد المنظمة الدولية للهجرة بالجهود المبذولة من قبل حكومة مملكة البحرين لمكافحة هذه الجريمة، وقد كان لهذه الجهود أثر كبير الذي جعل البحرين نموذج يحتذى به على مستوى العالم. ومن الجدير بالذكر أن ارتقاء البحرين المستمر بمعايير القضاء على الإتجار ينعكس جليا في حفاظها على تصنيفها ضمن الفئة الأولى للعام الخامس على التوالي في تقرير الإتجار بالأشخاص الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. وقد تواجدت البحرين جهودها لتتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 2019 لاتخاذ خطوة تعد الأولى من نوعها، وهي إنشاء المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الإتجار بالأشخاص. ومما لا شك فيه أن البحرين اعتمادا على سجلها المتميز في مكافحة الإتجار جديرة بوضع معايير وبرامج متخصصة، ومنها تدريب المدربين وتخريج الخبراء لضمان استمرار جهودها وتميزها في هذا المجال وتصدير خبراتها إلى دول الخليج والشرق الأوسط الأوسع.